فعلا. وهذه تجربة، وبعد ما الذي يلي؟ ولو تراني حائرا في الفصل يا أبا علي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. طارت عصافير برأسي والصراخ يعتلي، من طالب مراوغ ولكع وأحولي. وكم زجاج كسرت بالرجم أو بالمعولي، وأخفي المسمار للمدرس المبجل، وربطوا شماغه وطبطبوا بالأرجل. طبطب طب 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 لي. وإن أتت فسحتهم ضاقت جميع السبل، ثارت بنا معركة من مدبر ومقبل، وقفز الجدار من حاف ومن منتعل. ولم تنل حقيقة من قائل لم يقل، يقول كل شيء يقول ما قلت ما قلت ما قلت. ولم تنل حقيقة من قائل لم يقل، بل قال لا 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 لا، وقد غدا مهرولي كالقط في الشارع أعطى بياض الأرجل. وإن ترد سلامة من كل خطب جللي، فلا تنازعهم وكن عن جمعهم في معزلي، لأن من نازعهم معرض للغيل، أو ربما راح الشقي وبكى في المنزل وقال يا أماه قد عبت وزل مفصلي، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. حتى إذا جاء الصباح يا صباح البصل، جاء بها شقيها يقودها بالدجل، فأزبدت وهددت بالفصل أو بالنقل. شاط المدير غاضبا وقام لم يحوقلي، وأخبر الإدارة العليا بكل عجل، مدرس قد ضرب الطالب ضرب مقتلي، فعاقبوه وانقلوه لمكان ممحل. فوقتها تعلم أن الحل ترك الحيل، لا تغبط مدرسا في سهل أو جبل. نصيحة حبرتها بالجد أو بالهزل، ضمنتها مآسي الأستاذ والأمر جلي، شتان بينما مضى عند الزمان المقبل. ما شاء الله، صح لسانك محسن. ما عقب هذه شيء المدرسي خلاص أبد، والله سامحي لك بعقب هذه. ما والله افتحوا بكلمة واحدة على المدرسي أبد والله.